بسم الله وكفى، وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا زدنا من الإيمان ولا تنقصنا منه حتى مقدار ذرة أو ما دون ذلك يا رحمن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. قلنا الآية 43، لا 44: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون، يحضر فينا ربنا، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبين؟ وهذا تعرضنا له قبل. إذا كنت تظلموه كما تدعي الإسلام بحق والإيمان بجد، قالك ربي إذا كان تتخذ من الكافرين وليا أو أولياء، أراك جعلت لله عليك سلطانا أن يجمعك، لأن أنت تقول شيء وتفعل شيء مناقض له، وهذا هو اللي هبط الأمة إلى درجة الغمة. ومن وقت مؤامرة بني أمية ويعاز من أهل الشيطان، سواء من أهل الكتاب خاصة اليهود وبعض النصارى في شبه جزيرة العرب، حنا تو نقولوا شبه جزيرة الكرب قدر ما فيهاش عرب أقحاء وصافين مع الرحمن رب الأرض والسماء إلى القليل، والحمد لله الله يبارك لنا فيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أي ثبتوا مؤمن، اثبت على ذلك. إذا كم اشتقوا أولياء من دون المؤمنين، أعلى ربما نقفل، ولكن ربي لا يقفل أبدا أبدا الأبدين. والسلام على أهل الإيمان والإحسان والإسلام.